السلام عليكم. اليوم كنتواجدو هنايا في محطة ترجيست إقليم الحسيمة، جيت نسول على الأثمنة وباز ليكم المغاربة، والله ما كتحشموا بالله. شركة من مدينة ترجيست إلى مدينة طنجة، تذكرة 170 درهم، وانت عيش تسمع خبار. والله الا جات لي غريبة بالله. طنجة ترجيس، ترجيس طنجة، شحال من كيلومتر؟ قولوا لك 300 كيلومتر. ايه، كتجي كدير لها مقارنة ما بين مدريد والجزيرة الخضراء الخزيرات، حوالي 800 كيلومتر. كتجي في الكار مرتاح في جميع الطرق، وبهذا الثمن من نفس الثمن 170 درهم. ما هذا الغلاء يا المغاربة؟ والله إلا أول مرة غادي نسمع في التاريخ ديالي. الحمد لله اللي عاش وجال أحسن من اللي بقى من واحد البلاصة ما غايفهم حتى قلو. واش عباد الله، من ترقيست الحسيمة، من ترقيست لطنجة، هي من الخزيرات الماضري حوالي 800 كيلومتر، والطريق نقية واعرة. كتجي لهنايا كتجرب ثمن 250 كيلومتر، ثمن ديال 800 كيلومتر. علي المغاربة كيتشكاو بوبريين، كيقولوا لنا راه تمشي على فاكاسيونيس العطلة لتركيا ولا اسبانيا، غتخرج لك قل قل وقل من الأثمنة اللي عندكم هنايا في السياحة الداخلية. وباص صاحبي، والله إلا باص، ما كاين ما يدير. هو الحمد وكاين غير الطريق مزيانة، طريق معذبة أيانا، وفي الآخر الأثمنة كيجبروها على المواطن. طحان مو مع السلامة، هذا مجرد رأي ديالي باش يعرف المواطن بأن المسيحي كيتأكل من أي شان وما كيهضر عليه حتى شي واحد. حقوق المستهلك، ما كاينش اللي كيقول له شكون تاير المواطن. طحان مو